الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة النور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم ولحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية على الهواء مباشرة، وإن شاء الله اللي حاب يتابع إعادة الحلقة من خلال DHA TV أو تلفزيون هيئة الصحة بدبي، وهو تلفزيون منصة إلكترونية ذكية طرحتها الهيئة. ممكنكم تتابعون مختلف البرامج الصحية عبر تنزيل التطبيق اللي هو DHA ميديا على جوجل بلاي، وأيضا عبر الأبل ستور. عموما نرحب بفريق البرنامج معنا في التنسيق ميرا الخفضي، وفي الإخراج أيمن سرحيل، وأيضا تشارك لي التقديم وهي يعني ضيفة ومقدمة وكل شيء في البرنامج دكتورة ندى الملا. صبحت الله بالخير. صباح الورد وصباح الجمال، صباح الاثنين، ويوم جميل ويوم بارد، وإن شاء الله الكل كان بهالأسبوع، بداية الأسبوع هذا أسبوع جميل بالنسبة لكم. نذكركم بأرقام التواصل معنا على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طبعا احنا دائما نكرر ان هالبرنامج برنامجكم، هالبرنامج نثري بتواصلكم، مقترحات، آراء، شكوى، ملاحظة، أي شيء عندكم تحسونه ممكن يساهم يثري البرنامج، يساهم في تحسين خدمة، في تحسين أي شيء له علاقة بالقطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام، فتواصلوا معنا خصوصا من بداية البرنامج. دائما أكد مثلا عندكم سؤال طبي، قضية طبية حابين تطرحونها، اطرحوها من البداية عشان يكون عندنا مجال ناقشها خلال البرنامج. صح يا محمود؟ يعني نفس الكلام اللي قلت أنا في البداية. وين نفس الكلام؟ صح دكتورة. انزين ناخذ اسم الجناحي معنا عبر الهاتف، بتخبرنا عن مواضيع التواصل الاجتماعي. اسمع، بتقولي نفس الكلام مالي ولا بتغيرين؟ يعني نستفتح البرنامج اذكرهم اصبح عليهم، لان البرنامج الاثنين فلازم يكون فيه من كل شيء اثنين. يا سلام عليك يا اسماء، لا فضفوكي، قولي يا أسماء. لأعطيكم لمحة عن اللي صار في قنوات التواصل الاجتماعي. كان عندنا في اليومين اللي طافوا فعالية اسمها نحن أقوياء لمرضى السكري بالأخص من النوع الأول للأطفال. فهاي الفعالية يقومون فيها إدارة التغذية العلاجية سنويا في كل عام في مستشفى لطيفة. فالأطفال يعطونهم مثل كيف تقبل السكري، لأن في وايد جوانب نفسية مو بس نمط حياة. فكانت فعالية وايد جميلة، وكان أيضا مشارك في بعض الفعاليات نادي الوطن الرياضي. ممتاز. أكلمكم بعد من ضمن أهم من الأشياء اللي لفتت انتباهي في ملحق البيان الصحي واللي تصدرها هيئة الصحة بالتعاون مع صحيفة البيان كل أحد. كان يتكلمون عن استغلال البعض لمرضى الإكزيما لبيع منتجات بإعلانات مضللة. فنحن ندعوهم أن يا جماعة إذا الدواء مو بلازم نشوف وحدة مشهورة استخدمتها قالت الإكزيما، الإكزيما مرض يتم معالجته من قضاء طبيب الجلدية، لا من المشاهير ولا من حسابات نحن ما نعرف شو الباك جراوند مالهم. صحيح صحيح.
فالحين دائما يصيرون ياخذون هالادويه مشكله تسوي لهم اعراض جانبيه يمكن تزيد حده الاكزيما ويمكن تطلع امراض جديده. صحيح. ونقول لكم ان اليوم نحن راح نتكلم عن مرض الصرع. مرض الصرع اللي هو تقريبا يعتبر من اقوى او من اكثر انتشارا من ناحيه الامراض العصبيه، ويصاب فيه تقريبا 50 مليون شخص في العالم. اليوم راح نتكلم عنه في حلقة جديدة من صحتك لايف اللي كانت قبل العيادة الذكية. ممتاز. ونختم برسالتنا الإيجابية، نقول النجاح ليس فقط في الوصول إلى هدفك، ولكن في مسيرتك نحو هذا العمل وفي جودة العمل اللي قمت به. يا جماعة استمتعوا بأهدافكم، ولا لازم تصبحوا أعماركم، استمتعوا في الطريقة اللي توصلون فيها هذا الهدف. جميل. لا تخلون الوقت هذا يكون ضايع. صحيح. الله يسلمك. أو مليء بالتوتر. صحيح. شكرا لك يا أسماء ونهارك سعيد. شكرا جزيلا. أسماء جناحي كانت معنا عبر الهاتف. دكتورة، يعني أعمال القمة الحكومية العالمية، هذه القمة التي نستشرف من خلالها المستقبل ما زالت مستمرة. البارحة يعني مريت في العديد من الأقسام في هذه في هذا المنتدى، والعديد من المحاضرات اللي كانت في هذا الملتقى العالمي أو العرس العالمي نحو المستقبل. نعم. شفنا شغلات كثيرة دكتورة، منها يعني يقول لك خلال 5 سنوات فقط بتتمكن التكنولوجيا من الدخول للعقل البشري والتواصل معه بشكل مباشر. انزين، هذا من ناحية الذكاء الاصطناعي، ولكن ستعرف التقنيات الحديثة بماذا نفكر، بماذا نشعر، وما هي صحتنا اليوم، وكم سنعيش في صحة، والأمراض اللي ما نتعرض لها خلال الفترات القادمة، وشو اللي يسعدنا وشو اللي يقلقنا. فالتطور الطبي يقولون أصبح يضيف 5 سنوات جديدة لعمر الإنسان في كل عقد. يعني شخص بعمر 90 بتكون صحته شو؟ عمر 60. يا سلام عليك. يا سلام. يعني الطب، وهذا نلاحظه حاليا محمود، يعني نلاحظ حاليا الناس يوصلون سن 70 ونلاقيهم في العيادة 60 و70 سنة، ما يبين عليهم أصلا ما في هذا السن، تلاقي صحتهم بشكل عام أفضل من صحة أجدادنا لما كانوا بنفس العمر. تلاقي ما يبين عليهم، ما يبين عليهم، ما يبين عليهم مثلا، ما يبين مثلا علينا عمر 65. لا، هي الفكرة دكتورة أن الذكاء الاصطناعي بيفتح لنا آفاق كثيرة، ولكن دائما ما تكون شو التكنولوجيا سلاح ذو حدين. أكيد. إنزين، إذا بتستخدمه في الخير بيكون إن شاء الله لخير البشرية والإنسانية. ولكن إذا بتستخدمه في الشر ممكن يكون وبال على البشرية. بالضبط. فهذه اللي تسعى لها القمة الحكومية. الإمارات يعني تحاول تجمع العالم وترسم معاه التقدم الحضاري. بالضبط. صحيح. فكانت العديد من الجلسات في هذا المجال اللي تعطينا آفاق إن شاء الله نحو المستقبل. هني في أسئلة يتنا، شو السبب في إيش؟ شو السبب ما عرفت؟ شو السبب؟ خبر مشكلة بعد الفاصل إن شاء الله ما نتعرف أكثر على هذا الموضوع، وإن شاء الله بتكون لنا فقرة قادمة ما نتحدث فيها عن بعض الأشياء بعد كذلك عن 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 عن, عن مراكز اللياقة الطبية. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. نعم. سعد الله صباحك دكتورة. صباحك يا محمود. أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006، موجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب دكتورة، يعني شو عندك عن الذكاء الاصطناعي؟ شو بيسوي؟ بيغيرون الدكاترة الحين بيستمر روبوتات يعني؟ لا أتوقع محمود لما شو بيستمر الذكاء الاصطناعي، أعتقد بدل ما نحتاج ممكن 20 طبيب
أتوقع بعدين ممكن نحتاج أقل عدد أقل من الأطباء، مثلا 5 أطباء والباقي سيقوم بالذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي صح سيقوم بعض المهام ولكن تحت إشراف الطبيب أكيد. طيب نحن عندنا مشاريع طبقنا فيها الذكاء الاصطناعي، زين، من ضمن المشاريع هو سالم AI. طبعا ومو موضوعنا الرئيسي في لقائنا القادم مع الأستاذ ميسر بستاني مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي، نحن نتكلم معها عن حصول مراكز اللياقة الطبية على الاعتماد الدولي. ولكن أول شيء صبحت الله بالخير أختي ميسة، ما أدري إذا بتعطينا بس فكرة عامة عن سالم AI على السريع عقب أن نتناقش على هذا الموضوع. إن شاء الله. طبعا في البداية أقول لكم السلام عليكم. السلام. السلام. كيف حالك أخوي محمود؟ كيف حالك أختي ندى؟ بخير الله يسلمك يا أستاذ. الله يسلمكم. بالنسبة لسالم AI هو طبعا نظام يتعلق بقراءة الأشعة بطريقة الذكاء الاصطناعي. الموضوع أو المشروع هو عبارة عن تغذية أنظمة الأشعة في مراكز اللياقة الطبية، لأن فحص الأشعة يعتبر من الفحوصات الرئيسية للكشف عن مرض السل، سواء كان القديم أو الغير معدي أو المعدي. يتم تغذية النظام بتصنيفات أو بأشكال مختلفة من صور الأشعة، سواء المصابة أو المشتبه فيها أو الأشعة النظيفة. عن طريق التغذية بكمية كبيرة من صور الأشعة، النظام بيفصل ما بين الأشعة المشتبه فيها والمصابة والسليمة، بتسهل على الطبيب قراءة الأشعة وبتعزز من جودة الخدمة. طبعا هو مشروع ضخم بالتعاون مع شركة، ولكن نحن في المرحلة الأولى حاليا من التطبيق. ممتاز جدا. طبعا هذا اللي كنا نتكلم عنه في بداية الحلقة دكتورة، عن يعني دخول الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة وأهمها مجالات الصحة، لأنه بيعطينا آفاق جديدة. ولكن يعني هيئة الصحة كذلك ما زالت مستمرة في تقدمها على الصعيد الدولي، حصلت 10 مراكز من مراكز فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية التابعة لها على الاعتماد الدولي GCI في إنجاز عالمي غير مسبوق. هذا طبعا بحسب وصف المؤسسة الصحية العالمية التي تمتلك يعني أول شبكة صحية لخدمة تخصصية معتمدة دوليا. زين، إنجاز كبير. نحن نتعرف على هذا الإنجاز، يا ريت تعطينا فكرة عامة عن هذا الاعتماد أختي ميسة، الجهود اللي قمتم بها للحصول على هذا الإنجاز. الاعتماد الدولي هو طبعا برنامج عالمي يتوافق مع مواصفات ومعايير وأصول مهنية عالمية، إلى جانب توفر اشتراطات السلامة الصحية ودقة البيانات ونتائج الفحص. طبعا الحمد لله رب العالمين، من مجموع 19 مركز نحن دخلنا بعشر مراكز رئيسية وحصلنا فيها على الاعتماد الدولي بشبكة صحية تعتبر كخدمة تخصصية الأولى والوحيدة المعتمدة من خلال هذه الفئة عالميا. وطبعا هي نقلة نوعية تم تطبيقها تزامنا مع إطلاق نظام سالم الذكي. وطبعا هي كلها عبارة عن جهود كبيرة سواء كانت إدارية أو طبية تتوافق مع هذه المعايير. جميل. ودائما هيئة الصحة الحمد لله تسعى إلى الريادة، حكومة دبي هي الحكومة الريادية، ودائما نحن نتطلع أن نكون دائما نحن عندنا تفرد وريادة في الخدمات، بالإضافة إلى هذا بيكون داعم إلى خدمات الصحة في رواد إكسبو. جميل. أختي ميسة بس تعطينا فكرة عن الخدمات اللي تقدمونها في مراكز اللياقة الطبية للمتعاملين. هي خدمات الفحص ضد الأمراض المعدية اللي تشكل خطرا على الصحة العامة لغرض الحصول على الإقامة داخل الدولة، سواء للإقامة أو الدراسة أو العمل، بالإضافة إلى خدمات الصحة المهنية للوظائف التخصصية اللي هي طبعا ترتبط مع التفتيش الصحي من أخوان بريدية دبي، للعاملين بالأغذية والمصانع والتخصصات الأخرى. جميل. احنا كنا نتكلم عن عندكم خدمة واحدة من هالخدمات اسمها تواجد، ذكرناها من قبل بس نذكر المستمعين شو هالخدمة، شو أهميتها بالنسبة للشركات، كيف ممكن توفر عليهم الوقت.
طبعا يعني هي خدمة تواجد، هي خدمة الموبايل سيرفيس. المتعامل ما يلجأ إلى مراكز الخدمة، يقوم بالتسجيل لهذه الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، موقع الإلكتروني سالم. يحدد الموعد، يسوي كل التسجيل والدفع عن طريق الموقع الإلكتروني، ونحن نرسل الخدمة لمكان تواجده في حدود إمارة دبي. الباقة تستوعب من شخص إلى 70 شخص، وتكون على حسب يعني رغبة المتعامل، الوقت اللي يناسبه والمكان اللي يناسبه. ممتاز. طيب كنا نتكلم عن العديد من الخدمات اللي صارت ذكية عندكم، وانتقلتوا إلى مراحل يعني متقدمة في تقديم هذه الخدمات. يمكن في فترة ماضية أختي ميسة، يعني عشان نكون يعني حتى مع الجمهور شفافين، كنا نطالب منهم أنهم يطولون بالهم شوية على بعض الأنظمة، ولكن اليوم الخدمات تخلص بشكل سلس وسريع. فخبرينا عن هذه الخدمات الذكية اللي طرحت. طبعا أخو محمود، سالم هو نظام إلكتروني ذكي تم استحداثه بشكل ذكي. جميع الأنظمة الداخلية والخارجية مرتبطة. في عندنا ارتباط مباشر مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. صحيح. طريقة التسجيل تتم عن طريق سحب البيانات، يعني المكاتب الخدمية أو المتعامل أو الشركات لا يقومون بإدخال أي بيانات يدوية. يعتمد الموضوع بالكامل على سحب البيانات من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وبطاقة الهوية لغرض تطابق البيانات. يعني نبى نوصل إلى مرحلة تطابق البيانات تكون متطابقة 100% ما بيننا نحن والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة في هذا البرنامج لأغراض أمنية، بالإضافة إلى أن إعادة إرسال النتيجة تكون مطابقة لهذا العنوان اللي نحن نسحبه. استحداث المنظومة طبعا تم أيضا بأكملة الإجراءات الداخلية. يعني حاليا أنظمة المختبر والأشعة مرتبطة في بعض، ما عندنا أي إدخال بشري لنتائج الفحص، لا يوجد اعتماد شهادات يدوية مثل قبل، لا يوجد اختيار لباقات الفحوصات الطبية مثل قبل. يعني ربطنا نوع الفحص الطبي مع نوع الإقامة مع نوع الوظيفة. نعم. فمعناته أنه ما في أي تدخل بشري في اختيار الفحوصات الطبية. هذا يعني نسبة الخطأ شو بتكون؟ بتكون بإمارة تعالى نتوقع تكون صفر. صفر إن شاء الله. إن شاء الله. بإمارة تعالى. تمام. نحن نتمنى لكم التوفيق أختي ميسة. في كلمة أخيرة تبغين تضيفينها؟ طبعا نحن دائما عندنا تحديث في الأنظمة، وبيكون في تحديث بعد جديد حاليا إن شاء الله في نظام سالم، بيقلل من نسبة الخطأ. إذا كان في معلومات اللي هي الكونتاكت انفورميشن اللي هي العنوان أو رقم الهاتف، طبعا إحنا حاليا فقط عنوان المتعامل هو اللي يتم تحديثه بشكل يعني مباشر من خلال المتعامل، لأنه يتغير حسب عنوانه بالإضافة لأرقام الهواتف. لكن حاليا إن شاء الله هذا التحديث الجديد المتعامل بيكون للاختيار إنه يختار الخارطة وموقع وجوده على أساس إنه يكون سهولة الوصول إلى بالنسبة لعملاء الصحة المهنية. ونحاول أن البيانات والداتا اللي بتكون في المرحلة القادمة تكون داتا ومعلومات نظيفة في هذه المنظومة. ممتاز. إن شاء الله. أستاذة ميسة البستاني، مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي، كانت تحدثنا عن العديد من المواضيع، منها حصول مراكز اللياقة الطبية على الاعتماد الدولي. هذا الاعتماد شو قلنا دكتورة؟ أن 10 مراكز من مراكز فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية التابعة لهذه الإدارة حصلوا على الاعتماد الدولي GCI في إنجاز عالمي غير مسبوق، وذلك بوصفها المؤسسة الصحية العالمية اللي تمتلك أول شبكة صحية لخدمة تخصصية معتمدة دوليا. نحن شاكرين لكم هذا الإنجاز ونتمنى لكم التوفيق الدائم. شكرا جزيلا. شكرا لك ميسة. دكتورة نحن نطلع فاصل، بعد الفاصل شو عندنا؟ عندنا موضوع وايد جميل عن مبادرة نبضات، فبعد الفاصل إن شاء الله نتلاقى معكم. معنا الدكتور عبيد الجاسم، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي. طيب فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. مثل ما كنا نقول لكم قبل الفاصل عندنا موضوع جميل عن مبادرة جميلة اسمها مبادرة نبضات لعلاج تشوهات قلب الأطفال. تبدأ هيئة الصحة بتبيا يوم السبت المقبل بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تنفيذ حملتها المجانية لعلاج تشوهات قلوب الأطفال والكبار ضمن حملاتها المستمرة في هذا المجال. بنتعرف عن هالحملة وأهدافها وأهميتها. يسرنا يكون معنا في الاستوديو دكتور عبيد محمد الجاسم استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي. صباحك ورد دكتور. صباح النور. هلا فيك في الاستوديو وخبرنا عن هالمبادرة الجميلة والاسم الجميل هو مبادرة نبضات. شكرا على الاستضافة وصباحكم الله بالخير والمستمعين. طبعا مبادرة نبضات أصبحت الآن معروفة الحمد لله. هي مبادرة خيرية لعلاج قلوب الأطفال. بديناها من 2007. البداية كانت في مستشفى دبي. نظرا لتواجد كثير من الأطفال في الدولة كانوا هيك الأيام محتاجين لهي النوع من العمليات. تعتبر عمليات صعبة وتكلفتها عالية. فجزاهم الله خير مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي أقمنا هاي الحملات الخيرية في مستشفى دبي. حوالي 12 حملة. وخلال الحملات هذه لاحظنا أن في طلبات تينا من خارج الدولة. بعد الناس سمعوا من خارج الدولة أن في حملات خيرية تجرى في الدولة. فقاموا يرسلوا لنا حالاتهم ويجونا لدبي أساس سوي لهم العمليات هاي. مثل ما قلت لك العلاج صعب وغير متوفر في كل مكان والتكلفة عالية. فبعدها بعد ما شفنا أن في إقبال متزايد من خارج الدولة بدينا نفكر في تسيير حملات خارجية خارج الدولة نعالج الأطفال وهم في بلادهم بأساس أن الأهالي ما يعانون نيون تكلفة سفر وغيره. نعم. صحيح. فالحمد لله بدينا ننفذ حملات خارجية من 2012 ونفذنا أكثر من 10 حملات خارجية. آخر حملة كانت في طاجيكستان في شهر 10 والحمد لله الحملات تكللت بالنجاح. طبعا تجهيز الحملات تاخذ فترة طويلة. تجهيز الفريق الطبي، تجهيز القائمة، تجهيز المواد. فنحن نسافر مدة 10 أيام على الفريق الطبي. الفريق اللي يكون مكون من 20 شخص تقريبا. كل التخصصات اللي متعلقة في علاج أمراض القلب للأطفال. فريق جراحي وفريق قسطرة. ممتاز. فالحمد لله لليوم عالجنا يعني حوالي أكثر من 800 طفل في داخل الدولة وخارج الدولة بالمجان. ممتاز. دكتور عبيد شو الحالات اللي تمر عليكم ضمن مبادرة نبضات؟ يعني أنت ذكرت أن في تشوهات كثيرة في قلوب الأطفال، فشو أشهر التشوهات أو شو أكثرها شيوعا اللي أنتم مرت عليكم من خلال حملة نبضات؟ نعم، معروف أن التشوهات القلبية تصيب الأطفال بنسبة حوالي 0.8%، يعني تقريبا من كل 1000 طفل 8 أطفال. بس مو كلها تحتاج عمليات قلب. بعدها بعضها تحتاج المتابعة والملاحظة وبعضها تحتاج القسطرة وبعضها تحتاج العمليات. طبعا هاي تشوهات خلقية غير عن الكبار. الكبار تصيبهم أمراض القلب المكتسبة، يعني الواحد ينولد سليم ومع الوقت ومع الزمن مع عوامل الخطورة والحياة الصحية والغير الصحية تأتيهم أمراض القلب. صحيح. الأطفال أو ينولدون بتشوهات الخلقية من البداية، بعضها تكتشف من الولادة وبعضها لاحقا لأن ما في أعراض. من أشهر التشوهات الخلقية هي الثقوب، أما بين الأذينين أو البطينين. وعلاجيا أسهلها يعني. اليوم التقنية أصبحت متوفرة من ناحية القسطرة أو عمليات القلب المفتوح. بعدها تأتي رباعية فالو اللي هي 4 تشوهات مرة واحدة في القلب. وسابقا كانت تعالج في مراحل. أما في السنوات الأخيرة هي عملية واحدة والعملية 2 أو 3 ساعات. وتجرى للأطفال من عمر 6 شهور تقريبا. والنتائج ممتازة الحمد لله. وكذلك في أمراض الصمامات، تشوهات الخلقية في الصمامات أو في الشريان اللاورطي التضيق. أو انقلاب الشرايين. فهذه حالات أقل وحالات أصعب. وفي حالات صعبة جدا بالغة الصعوبة اللي هي ضمور البطين، خاصة البطين الأيمن. يعني الطفل يخلق عنده ضمور في بطين واحد. نحن نعرف أن في بطينين في القلب، البطين الأيسر والبطين الأيمن. إذا في ضمور في بطين من البطينين تكون في مشكلة حادة في الـ في الـ في الـ كم عدد حجرات القلب دكتور؟ بطينين وأذينين. 4. عشان شي الشرح للأربعة.
سبحان الله. كل وحدة في حجيرة. لا دكتور، يعني إذا ما تم التدخل الطبي لمعالجة هؤلاء الأطفال شو اللي يصير؟ طبعا على حسب نوع التشوه الخلقي، في أطفال ينولدون عندهم تشوهات خلقية وما ينكشف أو ما ينعرف عنهم لين ما يكبرون، فالطفل يعيش حياة طبيعية وكذا، فلما يكبر يتعب والقلب يتعب، وفي تشوهات خلقية من البداية إذا ما عالجتها طبعا خلال نعم أسابيع ممكن تؤدي إلى الوفاة، وفي بعض التشوهات الخلقية خلال سنين، فحياة الطفل تكون معرضة للخطر عاجلا أو آجلا يتوفى الطفل. فأحيانا مثل ما ذكر جزاه الله خير المستشار إبراهيم أبو ملحة لما حضر معنا حملة من الحملات أبو عبيد، يوم شاف نحن نسوي هاي العمليات والأطفال وكيف يعانون ومعاناتهم، وقلنا له بأن بعض العمليات تكون صعبة وبعض العمليات تكون سهلة، فجزاه الله خير قال أنتوا تنقذون أرواح، لأن هذا الطفل معرض للموت، عملية بسيطة يرجع سوي بالضبط. ويرجع طبيعي، يقدر يسير المدرسة ويدرس، وعقب يكبر يستوي طبيب. نعم. يستوي مهندس. صحيح. يستوي وزير. صحيح. ويعيل أسرته، وخاصة في الدول الفقيرة. صحيح. يعني بالضبط. الحمد لله رب العالمين النتائج زينة يعني بالضبط. الحمد لله. يعني هني أنا أبغي أوقف صراحة على هذا العمل دكتورة، يعني شو أجمل من كنت تنقذ حياة شخص أو إنسان، فما بالك إذا كان هذا الشخص طفل بالضبط وقاعدة تقدم له هذه المعونة اللي إن شاء الله يعني تدخل في ميزان حسنات جميع العاملين في هذا الفريق. نتحدث عن الفريق القائم على هذه الحملة، أنا اللي أعرفه أن فريق دولي من عدد. صحيح. مختلف من الدول دكتور، مختلف الجنسيات. نعم. مختلف الجنسيات. هنا أبغى أتكلم عن هذا الفريق، واحد. اثنين، إذا حد من الأطباء قاعد يسمعنا وهذا يبغى يدخل في هذا الفريق، شو الاشتراطات اللي أنتم تحتاجونها للعمل ضمن هذا الفريق أو تقديم هذه المبادرات، اللي أكيد دكتور تضيف أيضا في رصيد المهني للطبيب. أكيد. تعطيه خبرات أكثر. أكيد. طبعا في البداية أقول نحن تعلمنا هاي الأشياء وروح التطوع هاي من شيوخنا جزاهم الله خير، وخاصة نحن السنة عام زايد. صحيح. أبونا زايد الله يرحمه علمنا العمل الخيري وعمل والتطوع والعطاء، فنحن ماشيين في هاي المسيرة بقيادة شيوخنا جزاهم الله خير وبالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الصحة بدبي، في الفكر هذا أن عمل التطوع يكون جزء من أعمالنا نحن كأطباء ومهنيين. نعم. فالفريق نحن كوناه فريق عالمي، في الآونة الأخيرة نتعاون كثيرا مع الجماعة أو أطباءنا وزملائنا في السعودية وفي الهند. ففي البداية نحن بدينا مع فريق طبي من السويد ثم إيطاليا ثم أمريكا، وحاليا كثير من التعاون يكون مع طباء من السعودية والهند. نشكل فريق عالمي يكون حوالي 20 شخص لما نطلع خارج الدولة، من أطباء جراحين، استشاريين تخدير، استشاريين عناية، تمريض، فنيين تروية جهاز القلب، فيكون فريق مشكل. وطبعا نحن نطلع حوالي 5 حملات في السنة، فالشخص أو الفرد أو الطبيب هذا ما يقدر يكون معنا في كل الحملات. فإحنا عندنا داتا بيس من الاشتراطات اللي تكون أن الشخص يكون متواجد معنا في الفريق، لازم يكون متخصص في هذا المجال، يما يكون في مجال عمليات القلب شغله أساسا في عمليات القلب تخدير. أو القسطرة في تخدير العناية المركزة، كلها متعلقة في أمراض القلب الأطفال. فعندنا داتا بيس الناس تقدم وعلى حسب فترة الحملة ومكان الحملة وإجازته هو متى يقدر يطلع معنا. نعم. ففي أشخاص يطلعون ويانا حملتين في السنة، وفي أشخاص يطلعون 3 حملات منها، فالمجال مفتوح. فيتواصلون ويانا يما عن طريق مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية أو هيئة الصحة بدبي. حملاتكم القادمة وين بتكون دكتور؟ وأيضا الحملات السابقة وين زرتوا؟ نعم. شو من دول؟ خلنا نبدأ بالحملات السابقة. سابقا طبعا بعد ما نحن جرينا أكثر من 12 حملة في دولة الإمارات في مستشفى دبي حياة الصحة، بدينا بحملات في السودان، سوينا أكثر من 3 حملات، وسوينا أكثر من حملتين في مصر وموريتانيا، أديس أبابا، طاجيكستان. في اللستة طبعا في قائمة، بعدين الناس بدأت تعرف عن حملاتنا. نحن حاليا عندنا أكثر من 18 دولة مقدمين طلبات عساس نحن نزورهم. ممتاز. ومعظمها دول أفريقية. من ضمنها طبعا في أوغندا وفي نيجيريا،
في دول ثانية مثل السنغال صراحة كم مرة تواصلوا ويانا. نعم. في دول مثل المغرب موجودة لكن في عندهم هاي الخدمة لكن نعم. عدد الأطفال كثير جدا والناس المحتاجين لهاي العمليات عددهم كبير. نعم. شو المعايير اللي أنتوا تأخذونها دكتور عشان ممتاز. هي قائمة طويلة طبعا. احنا حاطين معايير خاصة بتشاركة مع هيئة الصحة والمؤسسة الخيرية. في معايير طبية وفي معايير لوجستية. نعم. معايير الطبية كثيرة بس أنا بلخصها. لازم الانفراستراكشر أو مكونات أو المكان لازم يكون مهيئ لإجراء عمليات القلب. يعني لازم يكون عندهم غرف عمليات عناية مركزة قسطرة على الأقل الأجهزة الرئيسية. باقي الأشياء إحنا نوفرها يعني ممتاز. في كثير من الأجهزة إحنا نأخذها معنا لما نسافر والمستهلكات الطبية نأخذها معنا. تتبرعون فيها في بعض نتبرع الأحيان. ونخليها هناك معظم الأحيان. في بعض الأجهزة تروح وترجع ويانا الأساسية لكن في كثير من الأحيان نخلوها هناك وتدربون الأطباء هناك على عمليات معينة. نعم فيكون في تدريب وفي تهيئة للمكان ففي زيارة مسبقة نشوف المكان ونجلس مع الأطباء طبيا نجهز الحالات مسبقا يعني نعم. كل هاي الترتيبات تصير خلال شهرين قبل الحملة. ممتاز. هذه الفكرة ها دكتورة. لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. بالضبط صحيح. وهنا كان سؤالي قبل ما يطرحه محمود دكتور إنه بخصوص لما تذكرت في دول أفريقية تسوون فيها العمليات فهناك الإمكانيات جدا 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 تكون بسيطة يمكن حتى ما في مستشفى يعني ما عايشين في قرى فكيف تغلبون على هالصعوبات لما تلاقي مستشفيات ممكن مئات الكيلومترات بعيدة عن قراهم أماكن سكنهم فكيف تغلبون مثل الصعوبات؟ طبعا مثل ما قلت لك أختي أول شيء لازم يكون المكان مهيئ لإجراء هاي العمليات حتى لو أشياء إمكانيات بسيطة لكن بالتخطيط السليم وبالروح العمل روح عمل الفريق نحن نكون فريق جاي من عدة أماكن لكن سبحان الله لما نتجمع هناك نشتغل مثل خلية النحلة مثل ما يقولون خلية النحل فمن الصبح لبالليل شغالين ولازم الفريق اللي موجود هناك يساعدونا في الأمور هاي. تقريبا كم ساعة تشتغلون هناك دكتور؟ والله نبدأ من الساعة 8 الصبح نخلص 10 بالليل. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. ففي اليوم نحاول نخلص أكبر عدد ممكن من الأطفال. عادة نحن نستهدف في كل حملة حوالي 50-60 طفل. يعني عمليات تطول. نعم عمليات القلب أقل شيء 4-5 ساعات. صحيح. نعم. فالحمد لله التخطيط السليم روح الفريق العمل تجانس التخطيط وتكاتف الأيدي إن شاء الله تسهل كل الأمور فما نتخيل أحيانا في بعض الأماكن حتى الكهرباء عندهم صعبة يعني أتذكر في عملية من العمليات في أديس أبابا كنا نجري العملية ونحن على جهاز القلب موقفين القلب والرئة وشغالين وطفت الكهرباء لكن مشكلة طبعا. نعم لكن بإضاءة الموبايل وجهاز القلب فيه باك اب باتري 45 دقيقة ممتاز بعد ربع ساعة ردت الكهرباء والحمد لله لكن نواجه صعوبات لكن في ساعتها لازم نحل المشكلة هاي أكيد. طيب دكتور في مجال تأخذون دكتورة ندى معاكم في حالة على رأسنا بالعكس ندى تشرفنا وطبعا هي مو في مجال القلب لكن أنا أشوف عندها قابلية أن هي تتعلم بسرعة بتروح أفريقيا بسير محمود أفعلي نصير والله دكتور الأوضاع هناك من ناحية اللوجستية يعني نحن كمان عندنا فريق لوجستي ما يقصرون من المؤسسة والهيئة يرتبون مثلا السكن والمواصلات تأشيرات الدخول والخروج يعني كل أموري مرتبة يعني نعم فهناك السكن ما شكن ديش الله يعين يعني في بعوض زين محمود توك تقول خذوها حشوف بتخوفني عشان ماتي ما اعرف لا هاي الامور ننساها نحن لا هي المهمه الانسانيه دكتور في النهايه يعني شو يعني انا قاعد من 10 ايام او 15 يوم في حر وممكن في بعض الحشرات مقابل انقاذ حياه الاطفال والله ننسى هاي الامور نحن بعد المجهود هذا والواحد يرد الفندق في الليل الساعه 10 تعبان ومكسر لكن كان ما هو الاحساس بالرضا ان انت حققت يعني غيرت حياه اطفال بالضبط شو أبغي دكتور تبغي وأقول إن إحنا ما ننسى الحملات الداخلية صحيح طبعًا إحنا مركزين وايد على الحملات الخارجية لأن الحين داخليًا الحمد لله ترتبت الأمور في مراكز بدأت تسوي عمليات قلب الأطفال متطورين اللهم لك الحمد الحمد لله ومجانية بعد ومجانية نعم لكن لا زال في بعض الطلبات التينة من الخارج ما نقدر نردهم أوكي. واليوم تشوهات القلب نحن نقسمها تشوهات القلب عند الأطفال وعند الكبار صحيح الكبار المراكز قليلة بعد نفس الشيء يعني محتاجة خبرة من طرفين
جرح قلب أطفال وجرح قلب كبار. فمنظمين حملة إن شاء الله الأسبوع الجاي، حملة خيرية لمدة 4 أيام. ممتاز. لأن عندنا طلبات وفي عندنا حالات جديدة طلعت. وين بتكون دكتور؟ بتكون في مستشفى دبي إن شاء الله. وعندنا حوالي في اللستة حاليا 16-20 مريض. الحملة بتكون لأربعة أيام، هي مصغرة، حملات حملة من حملات نبضات المصغرة. جميل. وحتى عدد الأطباء اللي بيجون بيشاركونا شخصين بس بيجونا من الخارج، لأن إحنا علمنا فريقنا في مستشفى دبي مثل ما نعلم الناس صح. خارج الدولة. صح. فطبعا الحملة هاي نحن الجراح الرئيسي عندنا في نبضات دكتور زهير الهريس، معروف جدا في المنطقة. جميل. وفي العالم من الجراحين الممتازين والمطلوبين في كل مكان. ممتاز. فعندنا قائمة، وفي مواطنين وفي ناس جايين عندنا من مثلا سوريا، الصومال. هلو. في عندنا من مصر، في عندنا من باكستان والهند، في أطفال وطلبات. كم العدد بيكون بتغطون تقريبا؟ احنا في اليوم نسوي حوالي 4 حالات، يمكن حوالي 16 حالة تقريبا. ممتاز. ناخذ هذه المكالمة بس مداخلة على السريع، سامحيني دكتورة. ألو، صباح الخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل. صباح الله الخير أخ محمود. بالنور والسرور. طيب، أبش كان عندكم برنامج استضافيت والدكتورة في عندهم العزبة. عادي أطلب منك طلب بس تخف لي صوت الراديو عندك عشان بس تفضل. ايه تفضل. تفضل. بغينا العنوان، بارك الله فيك. عزبتنا غير. هي ما العزبة إن شاء الله. في الطي، وين المخيم؟ ما شاء الله عليها، لما المقدمة مالها سريعة وايد. خلا خفوف علينا شوي. فالك طيب. الله. ذاك الله خير. أشكر. رحيل بخبرك. العزبة موجودة في المخيم الشتوي على شارع الإمارات اللي هو شارع دبي العابر سابقا، في وين المخيم الشتوي للعزب المؤقتة. زين. هناك من تدخل بتحصل فيه علامات تدلك على عزبة الهيئة، على طول هي بروحها على برد كذا وتحت هناك وناسة يعني. فيوم الخميس والجمعة والسبت إذا حابين تتوجهون هناك العديد من الفعاليات. دكتور خفي شوية، مو 7000 كلمة في الثانية. أنا بعد أنا هذا أفضل من ما بديت، أو ما بديت في الإذاعة كنت يعني مطلت الصاروخ أتكلم، ولكن الآن أحس إنه صار أهدى، ولكن إن شاء الله وعدكم بحاول بعد أبطأ. نرجع حق نعطيها كونكور. قصدي بيتا بلوكر. هاي بيتا بلوكر تعرفون هاي النكت مال الدكاترة كذا نحن ما نفهمها. يخفف السرعة. ها السرعة. طيب دكتور، يعني انت ذكرت يعني 4 حجر. اكبر حجرة شو دكتور؟ اكبر حجرتين البطينين. البطينين ها؟ الاولى والثانية. ما بتكلم بعد ندى. الاولى والثانية هو يبغى يوصل لشيء دكتور عندك. لا ابغى اعرف يعني القلب دكتور فيه أربعة حجر. ناوي على شيء انت محمود؟ لا حش، انا ناوي انا وحده ما زي. عموما في عندي هنا سؤال دكتور يقول شو سبب دكتور، شو سبب انا ياتني مولوده فيها الشفه الارنبيه ثاني طفل، يعني اول طفل ما في شيء، اما الثاني والثالث فيهم. شو السبب معانا انا معنا ان انا مع شو السبب معنا مع ان انا وزوجتي ما في صله قرابه. اكتبوا عربي زين يا دكتوره. الشفه الارنبيه باختصار شو ممكن نشرحها؟ الشفه الارنبيه ممكن تستوي حتى من غير وجود صله قرابه، اللي هو يستوي تستوي فتحه في الشفه، يكون ما بين الشفه والخشم. احيانا تكون فقط خارجيه يعني فقط من الخارج، واحيانا يكون كامل الحنك. انا سمعت ما له علاج، صح هذا الكلام؟ لا لا، في عمليات تسوى لها، واحيانا عمليات صارت وايد بسيطه، ولكن في بعض الحالات تكون معقده اكثر، ولكن بشكل عام ما له علاقه بصله القرابه. حتى لو انت وزوجك ما في بينهم صله قرابه، تصير بعض الفيروسات السببه جينيه، عوامل بيئيه، فما يفرق، ما ياثر. فلا ان شاء الله ودع عن طبيب اطفال ويشوف الحاله، هل هو بس شفه الارنبيه من الخارج ام كامل الحنك، وبعدين جراح اطفال ممكن يسويه. فالف سلامه لا تحاتون. طيب السلام عليكم ورحمه الله، انا عندي ولدي يدرس في جامعه الشارجه، في البدايه اعطوه منحه، الحين سحبوا المنحه عنا كذا كذا كذا. هذا مو بتوقف عن الكونكور دكتور. انزين، هل يمكن ايقاف دواء الضغط وهو بسيط 2.5 ملي بنفس كيف يتم ذلك؟ هل ممكن يوقف دواء الضغط معنا؟ هو يقول ان الدواء بسيط معطينا. نعم، جرعه بسيطه هي 2.5. احيانا نعطي الناس مثلا عندهم مثلا ستريس
عندك شيء جايبك حق لا اليوم ما في. فطبعا على حسب الحالة يعني إذا الحالة تستدعي لازم يكمل المريض الدواء، إذا ما تستدعي لازم يراجع الطبيب وينصح الطبيب إذا وقف الدواء ولا لا، طبعا باستشارة الطبيب طبعا. جميل دكتور، أنا أهنيكم على هذه الأعمال الإنسانية اللي تقومون فيها. الحمد لله رب. أيضا نتوجه بالشكر الجزيل كذلك لمؤسسة محمد براشد الخيرية لدعمهم لا محدود لهذه المبادرة كذلك. صحيح. وتوجه لكل العاملين في هذا الفريق الإنساني اللي يعني يضع في المقام الأول أن يخرج بأكبر عدد من الأطفال السليمين، وهذه أكيد هي إضافة وهي ترسم أصلا يعني استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال الخيري. يعني أمس كانت هنالك جلسة جميلة لصاحبة السمو الملكي الأميرة، هي تحدثت عن بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية والعديد من المبادرات في هذا المجال. فنحن شاكرين لكل من يعمل في المجال الخيري. قبل أن نختم معك دكتور، تبغى توجه كلمة؟ أنا بدوري بعد أشكر طبعا القائمين على هذه المبادرة ودعمهم لنا كفريق طبي. نحن طبعا مثل ما ذكرت معظم أعضاء الفريق اليوم من مستشفى دبي قسم جراحة القلب، ونستعين بخبرات خارجية ودعم طبعا حصل نحن من هيئة الصحة بدبي. صحيح. من معاليه معالي أحمد القطامي، وطبعا المستشار إبراهيم بوملحة في مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق القائم هناك ما يقصرون دائما معنا يسخروا لنا كل الإمكانيات أساس نحن نقوم بعملنا الإنساني هذا ونطلع بنتائج ممتازة، والحمد لله نتائج ممتازة جدا، نتائج تقارن بالنتائج العالمية. حتى لو صرنا في أماكن فيها صعوبات لإجراء العمليات، لكن مثل ما ذكرت بالتخطيط السليم وروح الفريق تطلع النتائج ممتازة. وكذلك إن شاء الله نحن السنة هاي سنة زايد أو عام زايد في خطة طموحة لإجراء مزيد من الحملات إن شاء الله، إن شاء الله. وفي ميزان حسنات أهل الخير إن شاء الله. شكرا لك دكتور عبيد الجاسم استشاري وش الدورين دكتورة؟ شكرا. استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي. شكرا لك دكتورة ندى الملا. شكرا لك يا محمود والمستمعين. أنت قلبك كم حجرة؟ حجرة واحدة؟ أنا عشرة. عشرة عشرة بناية هاي ما في قلب. شكرا لكم. شكرا لك دكتور. شكرا لك يا أيمن سرحيل. أيمن قلبه كبير دائما يعطينا وقت زيادة. شكرا لك. وشكرا لك يا أميرة ما قصرتي، مشكورة. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العدل، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع الأخرى القادمة إن شاء الله. فحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة. أنا بعد أنا هذا أفضل من ما بديت، أما بديت في الإذاعة كنت يعني بطلت الصاروخ أتكلم، ولكن الآن أحس أنه صار أهدى، ولكن إن شاء الله وعدكم بحاول بعد أبطأ. نرجع حق نعطيها كونكور. قصدي بيتا بلوكر. هاي بيتا بلوكر تعرفون هاي النكت مال الدكاترة نحن ما نفهمها. يخفف السرعة. ها طيب دكتور، يعني انت ذكرت يعني اربع حجر، اكبر حجرة شو دكتور؟ اكبر حجرتين البطينين. البطينين ها الاولى والثانية. ما بتكلم بعد ندى. الاولى والثانية هو يبغى يوصل لشيء دكتور عميد. لا ابغى اعرف يعني القلب دكتور فيه اربعة حجر. ناوي على شيء انت محمود؟ لا حش، انا ناوي انا وحدة ومحطة. عموما في عندي هني سؤال دكتور يقول شو سبب دكتور، شو سبب انا ياتني مولودة فيها الشفة الارنبية ثاني طفل، يعني اول طفل ما في شيء، اما الثاني والثالث فيهم شو السبب معانا أنا معنا ان انا مع شو السبب معنا أنا مع ان انا وزوجتي ما في صلة قرابة. اكتبوا عربي زين يا
دكتورة، الشفة الأرنبية باختصار شو ممكن نشرحها؟ الشفة الأرنبية ممكن تستوي حتى من غير وجود صلة قرابة، اللي هو يستوي تستوي فتحة في الشفة، يكون ما بين الشفة والخشن، أحيانا تكون فقط خارجية يعني فقط من الخارج، وأحيانا يكون كامل الحنك. أنا سمعت ما لها علاج، صح هذا الكلام؟ لا لها علاج، في عمليات تسوى لها، وحين عمليات صارت وايد بسيطة، ولكن في بعض الحالات تكون معقدة أكثر، ولكن بشكل عام ما لها علاقة بصلة القرابة. حتى لو أنت زوجك ما في بينهم صلة قرابة، تصير بعض الفيروسات السببة جينية عوامل بيئية، فما يفرق ما يأثر. فلا حاتي إن شاء الله ودع عن طبيب أطفال ويشوف الحالة، هل هو بس شفة الأرنبية من الخارج أم كامل الحنك، وبعدين جراح أطفال ممكن يسويه. فألف سلامة لا تحاتون. طيب السلام عليكم ورحمة الله، أنا عندي ولدي يدرس في جامعة الشارجة، في البداية يعطوه منحة، الحين سحبوا المنحة عنا كذا كذا كذا، هذا مو باختصاص منحن كونكور دكتور. انزين، هل يمكن إيقاف دواء الضغط وهو بسيط 2.5 ملي ونفس هذا وكيف يتم ذلك؟ هل ممكن يوقف دواء الضغط معنا؟ هو يقول ان الدواء بسيط معطينا. نعم جرعة بسيطة هي 2.5. احيانا نعطي الناس مثلا عندهم مثلا سترس. عندك شيء في جيبك حق؟ لا اليوم ماشي. فطبعا على حسب الحالة، يعني اذا الحالة تستدعي لازم يكمل المريض الدواء، اذا ما تستدعي لازم يراجع الطبيب وينصح الطبيب اذا يوقف الدواء ولا لا، طبعا باستشارة الطبيب طبعا. جميل دكتور، انا اهنيكم على هذه الاعمال الانسانية اللي تقومون فيها. الحمد لله رب. ايضا نتوجه بالشكر الجزيل كذلك لمؤسسة محمد بن راشد الخيرية لدعمهم لا محدود لهذه المبادرة كذلك. صحيح. وتوجه لكل العاملين في هذا الفريق الإنساني اللي يعني يضع في المقام الأول أن يخرج بأكبر عدد من الأطفال السليمين، وهذه أكيد هي إضافة وهي ترسم أصلا يعني استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال الخيري. يعني أمس كانت هنالك جلسة جميلة لصاحبة السمو الملكي الأميرة، هي تحدثت عن بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية والعديد من المبادرات في هذا المجال. فنحن شاكرين لكل من يعمل في المجال الخيري. قبل أن نختم معك دكتور، تبغى توجه كلمة؟ أنا بدوري بعد أشكر طبعا القائمين على هذه المبادرة ودعمهم لنا كفريق طبي. نحن طبعا مثل ما ذكرت معظم أعضاء الفريق اليوم من مستشفى دبي قسم جراحة القلب، ونستعين بخبرات خارجية ودعم طبعا حصل نحن من هيئة الصحة بدبي. صحيح. من معاليه معالي أحمد القطامي، وطبعا المستشار إبراهيم بوملحة في مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق القائم هناك ما يقصرون دائما معنا، يسخروا لنا كل الإمكانيات أساس نحن نقوم بعملنا الإنساني هذا ونطلع بنتائج ممتازة. والحمد لله نتائج ممتازة جدا، نتائج تقارن بالنتائج العالمية. حتى لو صرنا في أماكن فيها صعوبات لإجراء العمليات، لكن مثل ما ذكرت بالتخطيط السليم وروح الفريق تطلع النتائج ممتازة. وكذلك إن شاء الله نحن السنة هاي سنة زايد أو عام زايد في خطة طموحة لإجراء مزيد من الحملات إن شاء الله، إن شاء الله. وفي ميزان حسنات أهل الخير إن شاء الله. شكرا لك العافية دكتور عبيد الجاسم استشاري وشو الدورين دكتورة؟ شكرا، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي. شكرا لك دكتورة ندى الملة. شكرا لك يا محمود والمستمعين. أنت قلبك كم حجرة؟ حجرة واحدة؟ أنا 10. 10 ما شاء الله، بناية ما في قلب. شكرا لكم. شكرا لك دكتور. شكرا لك يا أيمن سرحيل، أيمن قلبه كبير دائما يعطينا الله وقت زيادة. شكرا لك. وشكرا لك يا أميرة ما قصرتي، مشكورة. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العدو، حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع الأخرى القادمة إن شاء الله. فحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.